السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم. في هذا الصباح تلقيت هذه الرسالة بخصوص تحديث جديد في اليوتيوب، أصبحت قناتك مؤهلة للاستفادة من أداة مخصصة للتفاعل مع الجماهير وتوسيع نطاقهم. كيف ذلك إخواني الكرام؟ هذا ما سوف نقوم بالتعرف عليه بعد دخولنا إلى الرسالة. نقوم بالدخول إلى هذا التحديث، لاحظوا معي هنا، فالرسالة فهي من اليوتيوب. إن لاحظتم معي، طريقة سهلة للتفاعل مع المشاهدين وتحويلهم إلى معجبين. على سبيل المثال هنا، أصبح بإمكان قناتك الاستفادة من علامة ويب المنتدى، ويمكنك الحفاظ على تفاعل المستخدم من خلال الفترات التي تفصل بين عملية التحميل الفيديوهات، وكذلك بدء بتوطيد علاقاتك مع جمهورك. على سبيل المثال يمكنك النقل على هذا الخيار الخاص بالبدء، بعد ذلك سوف ننتظر ليتم يتم توجيهنا إلى هذه المعلومات. كما تلاحظون، معلومات عن المشاركة في المنتدى، كما تلاحظون سوف يعطيك مجموعة من الأشياء التي يتعلق بهذا التحديث. إذا لاحظتم معنا، معلومات عن مشاركة في المنتدى، بإمكان منشئي المحتوى الذين تظهر في قناتهم علامة ويب المنتدى أن يتفاعلوا مع المشاهدين باستخدام وسائط المتعددة التفاعلية، ويمكن أن تتضمن مشاركات في المنتدى، استطلاعات وملفات كما تلاحظون الملفات الصور المتحركة GIF، وكذلك النصوص والصور الفيديوهات. تتيح لك المشاركات في المنتدى والتواصل مع جمهورك خارج نطاق الفيديوهات التي تحملها على قناتك، وهي تظهر في علامة ويب المنتدى، وقد تظهر أيضا في الخلاصة، الصفحة الرئيسية أو خلاصة الاشتراكات. هنا سوف إذا قمت بالنقر على الفيديو سوف تشاهد هذا التحديث الذي تم إضافته. هل أنت مؤهل لاستخدام علامة ويب المنتدى؟ لتصبح علامة ويب المنتدى متوفر يجب أن تضم قناتك 500 مشترك. يعني إخواني الكرام، بالنسبة لهذه الميزة، إذا كنت تريد أن تقوم بالحصول عليها، يجب أن تكون القناة الخاصة بك تجاوزت 500 مشترك، وكذلك يجب تفعيل ميزة المتقدمة فيها. تتوفر على 3 خيارات يمكنك من خلالها الحصول على علامة ويب، وهي هذه: إنشاء سجل نشاط في قناتك، أو إثبات هوية عبر الفيديو، أو تقديم مستند تعريفي صالح. ويمكنك الاطلاع على مزيد من المعلومات من خلال هذا الخيار أو من خلال هذه الصفحة القادمة. عند بلوغ عدد المشتركين في قناتك 500 مشترك، قد يستغرق ظهور علامة ويب المنتدى ما يصل إلى أسبوع، وقد تصبح متوفرة بعد 48 ساعة كحد أقصى من توفر الميزة المتقدمة. على سبيل المثال إخواني الكرام، فإذا كانت القناة الخاصة بك قد تجاوزت 500 مشترك، فسوف تظهر كما قلنا علامة ويب على القناة الخاصة بك في غضون أسبوع، وقد تصبح أيضا متوفرة بعد 48 ساعة كحد أقصى. إذا تم تصنيف المحتوى القناة على أنه مخصص للأطفال، ستظهر علامة ويب المنتدى لك فقط وليس للمشاهدين، ولن تتمكن ذلك من إنشاء مشاركات جديدة. يعني إخواني الكرام، بالنسبة للقنوات التي كما قلنا مخصصة للأطفال، فلن تظهر هذه العلامة ويب للمتابعين أو المشاهدين أو الجمهور الخاص بك، فقط لك أنت فقط سوف تظهر لك هذه كما قلنا هذه الميزة، ولا يمكنك مشاركة أي شيء فيما يخص المنتدى فيما إذا كانت القناة الخاصة بك مخصصة للأطفال، ولكن سيبقى بإمكانك الاطلاع على المشاركات السابقة، يعني المشاركات التي قمت بها من قبل. بالنسبة ملاحظة، قد لا تتوفر هذه الميزة في التجربة الخاضعة للإشراف الوالدين على اليوتيوب، ويمكنك الاطلاع على المزيد، يمكنك أن تقوم بنقر على هذا الخيار. بالنسبة إذا كنت تريد أن تقوم بالعثور على المشاركات التي نشرتها في المنتدى، يمكنك أن تقوم بتسجيل الدخول إلى استوديو اليوتيوب الخاص بك. سوف نقوم بتسجيل الدخول، ثم تختار المحتوى من قائمة اليمنى، يعني إخواني الكرام فيديوهات الخاصة بك، وبعد ذلك نقر على علامة ويب المشاركات. نذهب إلى المحتوى، ثم تذهب إلى المشاركات بهذا الشكل،
وسوف يظهر لك هنا جميع الأشياء التي قمت بها على قناتك على اليوتيوب. هذا هو كما قلنا المشاركات التي كما ذكروا هنا. هل يتم إعلام مشاهدي قناتك عن عندما نشر مشاركة؟ كما قلت سوف يتلقى المشاهدين أي شيء قمت به في المنتدى الخاص بك سوف يتلقاه المتابعين على القناة الخاصة بك. فيما يخص المشاركات أو المنتدى هنا في هذا الخيار كما تلاحظون يعطيك مجموعة من الخيارات التي يمكنك أن تقوم بإضافتها إلى كما قلنا القناة الخاصة بك. وكذلك هنا لديك مجموعة من المعلومات يمكنك أن تقوم بالإطلاع عليها. كذلك هنا إخواني الكرام سوف تجد مجموعة من المعلومات المتعلقة كما قلنا. هذا هو التحديث الذي كما قلنا قامت به اليوتيوب مؤخرا. أتمنى أن تكون الحلقة وكذلك الموضوع قد نال إعجابكم. لا تنسوا دائما دعمنا بالنقر على زر لايك للفيديو والاشتراك في القناة. شكرا لكم على المتابعة. إلى حلقات قادمة بحول الله. نشكركم للمشاهدة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك والتعليق.